شكرا سيد النائب. منذ افتتاح الولاية إلى غاية 17 أكتوبر 2024 توصلت الحكومة من مجلس النواب ب 17965 سؤال كتابي، جاوبات على 12935 بنسبة جواب 72%، نسبة كبيرة جدا، ومستعد نعطي حتى التفاصيل بخصوص كل الفرق البرلمانية. نعطي مثلا فرق ديال المعارضة، فرق المعارضة مجتمعة طرحت 11000 سؤال وتلقات 7744 جواب بنسبة ديال 70.26%. نمشي للمقارنات ما بين الولايات التشريعية الثلاث 2011-2016، تلقات الحكومة في البرلمين بجوج بمجلسي البرلمين تلقات 17264 سؤال، جاوبت على 7031 بنسبة جواب 40.72%. الولايات الثانية 2016-2021 تلقات الحكومة من البرلمانين 15751 سؤال، جاوبت فقط على 8583 بنسبة جواب 54.49%. هذه الحكومة تلقات البرلمانين بجوج 22911 سؤال، جاوبت على 16297 بنسبة جواب 71.13%. بالنسبة للأسئلة الشفهية، والأسئلة الشفهية اللي كتحدد واش الحكومة حاضرة في البرلمان ولا لا، عدد الأسئلة الشفهية يبين الحضور ديال الحكومة. منذ افتتاح هذه الولاية إلى غاية يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 توصلت الحكومة بمجلس النواب ب 11858 سؤالا شفهيا، أجابت على 2220. ندير المقارنة عود ما بين الولايات الثلاث، فالولاية الأولى 2011-2016 الأسئلة المطروحة 9726، جاوبت الحكومة على 2611، كنتكلم على البرلمانين الغرفتين. الولاية الثانية 2016-2021 تلقات 14013 سؤال، جاوبت على 2523. هذه الولاية مرة أخرى تلقات 17124 سؤالا، وأجابت على 3903. هذه الحكومة هي أكثر الحكومات جوابا على الأسئلة الكتابية والشفهية. ولأن أنا حينما تحدثت عن مجلسي البرلمان، تحدث عن مجلسي البرلمان سيد نيمو، ما غتورينيش شكون هو البرلمان، أنا هذا الشيء مدوز فيه 21 عام دابا. هذا البرلمان أنا أتحدث عن البرلمان. كنشكرك السيد النائب على الموضوعية في تناول الموضوع، بالفعل هناك مجهود ومجهود كبير جدا اللي وصل في بعض الحالات 84%. وهذه الارقام هذه شنو كتاكد؟ كتاكد بان هناك عمل كبير كتقوم به الحكومه بالجو. انا متفق معك، نجود ونعمل مجهود في التجويد، ولكن السيد النائب المحترم، هنا توجه للسيد النائب من الفريق الاشتراكي، منين يجيني سؤال كتابي في حصيله مخطط المغرب الاخضر في 82 اقليم؟ نفس السؤال كتغير غير الاقليم، هل هذا يمكن ان اعتبره سؤالا كتابيا؟ كيبان بان الهدف ديالو هو نرفع عدد الاسئله الكتابيه، ايوا رفع عدد الاسئله الكتابيه. لا يمكن ان نناقش حصيله عمل الحكومه في اللجان لانها غير دستوريه سيد النائب المحترم، وما نسمحش لك تعطيني الدروس لان هذا غير دستوري. الدستوري هو ان نناقش داخل اللجان المواضيع الانيه والقوانين، وهذا لم تتخلف الحكومه يوم على انها تجي وتناقشه بكل جراه. نجي الان للاسئله الكتابيه، هذه النسب اللي قدمتها الان، وهذه الاسئله الان بالنسبه للاسئله الشفهيه، واش جاوا الاشباح لهذه القاعه هما اللي جاوبوا؟ الحكومه هي اللي جاوبات، وصلت ل 3993 جوابا، هي من اجابت. وهذاك الكلام ديال حكومه حاضره غيبه، اسمح لي نقول لك فيه مغالطات كثيره جدا، لانه من يجيب؟ هل وصلنا الى مستوى انه يجوا مندوبين يجاوبوا في بلاص الحكومه؟ ابدا. الوزراء هم الذين يجيبون، هم اللي قدموا 3900. ربما نتفق مع السيد النائب المحترم السيد الرئيس يقول لي الموضوع، انا هنا نقول له وي نعملوا مجهود، ولكن باش تقول لي الحكومه غير حاضره؟ اكثر الحكومات حضورا في البرلمان هي هذه. الا كاين شي موضوع اخر قلب عليه، انما هذا الموضوع لن اسمح لك انك تبني عليه شي مغالطات اللي هي غير حقيقيه. دابا الان نجيو للجان، فين عمر شي واحد قال لك ما نجيش للجنه؟ فين شي وزير قال لك ما نجيش؟ ولا الا كنتي كتعرف شي واحد قلنا شكون هو؟ لانه شوف، العلاقه بين المؤسستين هي علاقه دستوريه، هي علاقه بنيه على النظام الداخلي وفيها احترام دقيق. اما المغالطات ونرميو باتهامات يمينا وشمالا، هذا غير مقبول. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب.
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.